فضيلة الشيخ وفقكم الله لما يحب ويرضاه. آمين وسمع. مما عمت به البلوى في هذا الوقت وفي هذا الزمان هو عدم التستر من البول من الصغير ومن الكبير ومن الذكر والأنثى والعالم والجاهل، وذلك وخاصة في أثناء لبس الشراب في الشتاء، لأن تعلمون أن دورة المياه قاسية، الأرض أرضها قاسية، فلا بد أن يصل ذلك. لا بد إيش؟ أن يصل شيء من البول إلى إذا ما تحرز الإنسان، وكثير من الناس تساهل في هذا الشيء. ما نصيحتكم وفقكم؟ لا شك أن التساهل في البول يعني في التطهر منه خطأ عظيم، لأنه من أسباب عذاب القبر، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في أمر يشق عليهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني لا يستنزه منه ولا يستبرع منه، وأما الآخر فكان يمشي في النميمة. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة، قالوا: لما فعلت ذلك؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أنه ينبغي إذا دفن الميت أن يوضع عليه أو أن يغرز في قبره جريد من النخل الرطب أو غصن الشجرة أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط، غلط عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع هذا على كل قبر، إنما وضع هذا على قبرين يعذبان. فهل أنت تعلم أن هذا القبر يعذب حين وضعت هذه الجريدة؟ الجواب لا. إذن أنت الآن أسأت الظن بصاحب القبر حيث وضعت عليه الجريدة، يعني كأنك تقول هذا القبر يعذب وأنت لا تعلم. وإنما نبهت على ذلك لأن بعض العلماء قال إنه ينبغي أن يضع جريدة رطبة على القبر بعد الدفن أو وصل شجرة أو ما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه غلط وليس من السنة. ثم إنما أشار إليه أخ السائل من وضع المراحيض الآن وأنها صلبة، فيقال المراحيض صلبة لا شك، لكن المراحيض لها مكان خاص يكون فيه البول، وهو الحوض الذي يبول فيه الإنسان، وما خرج عن هذا الحوض فليس بنجس. والحوض إذا استعمل الإنسان الإبريق أو اللي الشطاف أو غير الشطاف فإنه في مأمن من أن يرش البول على جواربه أو على خفافه، ولا أرى في هذا بأسا. نعم، بعض الناس إذا أراد أن يستنجي يجعل عنده إناء يصب فيه الماء ثم يغرف بيده من الإناء ويرش على فرجه، هذا هو الذي ربما يترشح شيء من البول عليه، ولهذا لو استعمل هذا الذي يضع الإناء لو استعمل الإبريق أو اللي لكان أحسن وأقرب إلى النظافة. نعم.